السلام عليكم محنوناتي والصلاة والسلام على رسول الله. كنرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعاتنها للنواعم للزينوشات، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. اليوم الغزالات ديالي ما جبتش لكم وصفة للتطليس، وصفة للوجه، ولكن جبت لكم الغزالات ديالي وصفة للحياة، وصفة حياتية بامتياز وعليها مليون خط. هذه الوصفة لكل النواعم، سواء كنت عازبة، متزوجة، مطلقة، أو أرملة، أو عانس، رغم أنني ضد كلمة عانس، ولكن واحد المصطلح اللي كيتكرر في هذا الفيديو لكم يا الغزالات ديالي، ومتأكدة من أعمق قلبي أنه غادي يغير حياتكم 180 درجة 360 درجة، يعني تغيير شامل، دمار شامل. ماشي غير هضره، والبنات اللي دائما كانوا كيسمعوا يعني الفيديوهات الحواريه ديالي غادي يعرفوا انه انا دائما كنجيب لكم زبده الموضوع، وقررت انني نهضر في هذا الموضوع لانه فعلا عليه بزاف ديال الكلام، وكيجوني فيه بزاف بزاف ديال الرسائل. فانتم عارفيني عزيز عليا الهضره من الاخر، فغنجيبها لكم يا البنات من الاخر لكل النساء، وححطها لكم على بلاطه، يعني كل شيء غادي تشوفوا يا الغزالات ديالي بعويناتكم، وغتسمعوا بودنيكم، وديك الساعه انتي الا ما تغيرتي شغلك هذاك، انتي اللي باغا تمشي في هذاك الطريق، فهمتوني يا الغزالات؟ فلهذا قبل ما نبدا معكم الموضوع، كنتمنى من اعماق قلبي كل البنات اللي كيبغيو نهى، واللي كيثيقوا في وصفات نهى، وكيثيقوا في مواضيع نهى، انكم تبارطاجيو الفيديو، لان بزاف ديال البنات غادي يستافدوا منه. بارطاجيوه على الفيسبوك، على الواتساب، في كل مواقع التواصل، لان يمكن هذا الفيديو انه يكون سبب لتغيير حياه مئات البنات، الاف البنات، لانه فعلا غادي نهضر على واحد الموضوع في الصميم، وماشي غير جيت باش نهضر. انتم عارفين بلي انا هاد القناه ما دايرهاش قناه حواريه، كنعطيكم مواصفات اللي كنستعملها للوجه ديالي، ولكن هاد الموضوع هذا بغيت نهضر فيه لانه فعلا حزه في نفسي، وما بغيتش بنات بلادي او البنات يعني العربيات بصفه عامه، بما انه الفيديو بالعربيه فغيسمعوه العربيات، فما بغيتكمش يا الغزالات ديالي انكم تبقاو مقوقعين في واحد القوقعه وبواحد التفكير اللي هو رجعي، واللي ما غيفيدكم بالتا حاجه، واللي ما غيزيدكم الا هم وغم على هم، فهمتوني يا البنات؟ لهذا بغيت نهضر على واحد الموضوع اللي هو مهم، وكيجيني على الانستغرام، والبنات اللي كيصيفطوا لي اكيد راهم كيتابعوني. بزاف ديال البنات كيبغيو يتزوجوا، اللي عندها مثلا جاوها الخطاب تشاور معايا، غتقولوا لي شي وحده مثلا تقول لها واش انت مصلحه اجتماعيه ولا انت مستشاره اجتماعيه ولا. انا كنجاوب الناس على قد التجارب ديالي، وكذلك انا متابعه بزاف ديال الدكاتره اللي هما رائعين رائعين جدا، وغنقول لكم واحد الدكتور عندي على يعني في الراس ديال هاد الباقه هذه، اللي هو الدكتور صلاح الراشد. كنتمنى انكم تتابعوه، لان فعلا حياتكم غادي تتغير الى الافضل. فبزاف ديال البنات كيكتبوا لي انهم يا الحبيبه حنا غادي نتزوجوا، وجاونا الخطاب وكيقولوا لي الصراحه على واحد البلانات ما مخرجينش، شي بلانات ما مخرجينش، الا بقات لي الوقت غنقول لكم شي مثال. وكنشوف بعض البنات عندي في التعليقات، رغم انه انا كنحيدهم، وبعض المرات كيمشيو للسبام من كثر ما كيتعاودوا، البنات دعيو معايا نتزوج، البنات دعيو معايا نتزوج، البنات راني بغيت نتزوج، البنات دعيو معايا ربي يجمعني مع حبيبي، البنات دعيو معايا بغا نتزوج، انا عييت من دار والديا انا باغا نتزوج. اش هذا؟ وحده كتبان ليا كتبان البنات قالت لهم البنات دعيو معايا راه بغيت نتزوج خليجي. اش هذا؟ اش هذا؟ انا باغا نفهم، انا بغا نفهم. بعض البنات عندهم يا اختي هذاك الزوج هو داك المصباح السحري، دير ليه بحال هكا رق. قالت لك وحده اخرى كتبات عافاكم يا البنات دعيو معايا بغا نتزوج باش نحقق احلامي. على فكره الزواج ما ليه علاقه ابدا بتحقيق الاحلام، يمكن يكون ليه علاقه بعض المرات، ولكن في غالب المرات كيكون ليه علاقه بتهريس الاحلام ماشي تحقيق الاحلام. يعني نكونوا واقعيين ونفكروا بالعقل، ماشي نبقاو نفكروا بهذيك ديال شي وحده مثلا كتكون بنتها قاريه التالت تسعه وجالسه عندها مثلا في الدار، وباها ما بغاش يخليها مثلا تخدم، خوتها ما بغاوش يخليوها تخدم، ما نعرف واش، امها كل ساعه باركه عليها صافي راكي شرفتي راكي خاصك تزوجي راكي شرفتي راكي خاصك تزوجي، تقول يا اختي ما نعرف واش حبس لينا التصويره الغزاله ديالي. بغيت نعرف هاد الامهات كيفاش كيفكروا، واش عباد الله بنتك باقا في العشرينات وكتقولي ليها راكي شرفتي خاصك تزوجي، راه هادي راه ما كيقبلهاش العقل، يعني الا ما حنيتي فيها انت.
الام هي منبع الحنان، يعني الام ملي كتبغي غير تزوج بنتها راكي شرفتي والبنت باقا في العشرين تقول لها غير سيري 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 تزوجي، اش هاد الشيء؟ هي تمشي مسكينه تزوج تمشي لك بوحدها ومن بعد عام ولا عامين ترجع لك بوليد ولا زوج، وهي ديجا ما عندها لا خدمه ما عندها ما راه مسكينه غادي تكرفص غادي تكرفص. اللهم تبقى عندك تبقى عندك تجيب ليها الله شي ولد الناس، وعلاش انت ما تشجعي بنتك انها تخدم؟ انا كنهضر مع دوك الامهات اللي حابسين بناتهم في الدار، مثلا تقولي لها بنتي ضاسره يا اختي سيري معاها ديها وجيبيها للخدمه ديها وجيبيها، يعني هاد العقليه خصنا نحيدوها. ومثلا واحد البنت كتبان ليا غير السيمانه اللي فاتت وقيله في المنطقه الشرقيه عند زوجته، هي عندها 26 عام ودابا عندها 31 عام ودابا باغا تطلق، وسبحان الله كل عام كتولد واحد، ولا كنتي كتفرجي في الفيديو ما يبقاش فيك الحال. يعني انا ما فهمتش علاش كتولدوا من العام الاول، انتم اصلا ما مفاهمينش مثلا علاش كتولدوا من العام الاول. يعني العام الاول كيكون غير انك تعرفي على داك الانسان، وانا ضد اصلا ضد 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 مليون في المئه ان البنت انها تزوج بلا ما يكون عندها ديبلوم بلا ما تكون عندها خدمه بلا ما يكون عندها شي مدخول، يعني انا ضد هاد الفكره. يعني بعض البنات عند بالهم واش الزوج هو داك مصباح علاء الدين، قالت لك تزوج وحده كتبان ليا باش تزوج باش تحقق احلامها، ماشي تهرسوا احلامك ماشي تهرسوا احلامك، فقليل وي غادي تلقاي اللي غادي يحقق لك احلامك، ولكن ماشي دائما ماشي دائما. كاين بعض الرجال كيغيروا من النجاح ديال الزوجات ديالهم، يمكن انه يهرسك على فكره، وكاين بعض الانواع ديال الرجال يعني ديما كيشوفك بنظره دنيا ديما كيطلع لك من الفوق بحال هكا على باله بلي راه هو ما نعرف راه واحد الخلق اخر، هو ماشي بشر كاع فهمتوني. لهذا الله يجازيكم بخير خصوصا البنات، ماشي تمشي انت وتهضري مع شي واحد وتعرفيه وتعرفي عليه وديك هذيك ديال داك، ما بغاش ندخل في شي تفاصيل وداك سميتو ديوها في قرايتكم، ما عندك قرايه سيري تعلمي صنعه تعلمي صنعه في يديك، راه الزمان هذا راه الدوام هو اللي صعيب. هانتي تزوجتي معاه ولدتو الوليدات، مثلا هو وقعت ليه شي حادثه وقعت ليه شي حاجه، يعني انا كنعرف كل العربيات ما شاء الله يعني نساء جادات، حتى داك الراجل مثلا كيطيح يلقاك حداه مثلا انا كنقول مثال فهمتي، مثلا حرارة العيشه وتفارقتو او موا عندك باش تعيشي دوك الوليدات، ماشي انت مثلا تكوني عايشه في واحد العالم ديال لا 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 انا باغا نتزوج وانا كدا تلقاي واحد الواقع اللي تمرضي فيه. عفاكم حضروا عقلكم الله يجازيكم بخير، كلامي موجه هذا الكلام هذا بين قوسين موجه اللي مازال ما تزوجوش، هذوك اللي كيدعيو عندي في التعليقات وبغاو يتزوجوا عوض ما تدعي طلبي من ربي رزقك شي خديمه، طلبي من ربي انك تنجحي مثلا في داك الباك اللي عندك ولا ديك التاسعه، وما بعدا تدخلي للتكوين المهني يكون عندك ديبلوم في يديك يكون عندك ديبلوم في يديك تكون عندك خديمه في يديك. ودابا نجي لهذوك النساء اللي جالسين في الدار وكتحز راجلها يعطيها 10 دراهم باش تبقى تمشي للحمام، طبعا مع احترامي لكل النساء، مع احترامي انا لا اقلل من النساء لانني امراه مثلكم، ولكن علاش ما تحاولي انك ديري شي مدخول من البيت، اشتغلي في اي حاجه. هاد الهضره ديما كنعاودها وغنبقى نعاودها لكم، انت مثلا تقدري تبداي المشروع ديالك يا عباد الله بكيلو ديال السميده، كيلو ديال السميده صوبي به بغرير ما يسق لك حتى واحد الخبار، حتى داك الراجل عندك ما يسقش الخبار نهائيا، صوبي الحبيبه بغرير وديه لذاك الملحان وتلي فراس الدرب وديري معاه بيعه وشريا، وها انت كتربحي شويه ديال الصرف. شكون اللي قال لي انا هاد الهضره ديجا قلتها مي غادي نعاودها؟ يمكن انك تولي مشهوره في العالم مثلا ديال الحلويات وتولي تمولي انت حفلات يكون عندكم الافق، تبقاو تشوفوا شوفوا البعيد ما تشوفوش غير حدا نيفكم، شوفوا البعيد بحال دوك اللي تيبغاو يتزوجوا، انا تزوجي راه دوك يومين ديال المشمش راه كيفوتوا، نقولوا الصراحه نقولوا الصراحه نقولوا الصراحه، وحتى الا بقاو خاصك انت ديري علاش ترجعي، ماشي ضروري انا ما قلتش لك لا خدمي تصرفي على الراجل شي وحده تقولي لا ايوا انا نخدم ونصرف عليه علاش كاع نتزوج، لا لا ماشي كاع الرجال بحال خدمي وصرفي على راسك خبي فليساتك، الا هداك الله مثلا بغيتي انك يعني تصرفي معاه ماشي مشكل دارك هذيك، ولكن انك زيرو ديبلوم زيرو قرايه زيرو فلوس كلشي زيرو زيرو وتحسبيه هو بصباح علاء الدين وبشروك بمستقبل اسود يا اختاه، انا كنقولها لكم عرفتونا عزيز عليا من الاخر نجيب الهضره من الاخر، مستقبل واحد المستقبل اش غنقول لك اش غنقول لك، يعني مني تبغي غير تمشي لاي بلاصه تبقاي تحزري، الا ما عندوش مثلا انت غتمشي للعرس ديال بنت خالتك غدير راسك مريضه وفيك السخانه وفيك ما نعرف اشنو اللي فيك، كنت مريضه حيت هو ما عطاكش باش تمشي للعرس باش تباني التانتيه وباش تمشي تكري تقشيطه وباش وباش وباش. كنتمنى ان الفكره تكون وصلاتكم،
هضرت معاكم على العزيبات، وريتكم هي المنتاش غادي ديرو، وهضرتي انا متاكده منها مليون في المئه انطلاقا من الرسائل اللي كيجيوني والنساء اللي جالسين في الدار. مادام الزوج ديالك غادي يخليك انك ديري شي فورماسيون في شي حاجه، ديري ما تجلسيش في الدار، يكون عندك اوموا يكون عندك ديبلوم. بزاف ديال الدبلومات ما كيقلبوش على واحد المستوى دراسي معين. وكذلك رسالتي موجهه للامهات، اعطيو اتساع لبناتكم. بنتك ما بغاتش تتزوج، اعطيها باتساع، اعطيها باتساع، خليها حتى تختار، لانك اليوم غترغمي عليها، غدا غترجع لك بولد ولا جوج وتقول لك انت السبب دمرتي لي حياتي. وانا ضد، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل اللي كيدمروا حياه البنات وكيرغموا عليهم انهم يتزوجوا لظرف او لاخر. حسبي الله ونعم الوكيل، لان هادو ظلام ظلام ظلام. فالبنت الا ما بغاتش تتزوج ما ترغموهاش، ما ترغموهاش، ما ترغموهاش. فإلا كانت مرة وقدرها غتبقى شاده في راسها، وغتبقى تبين الضحكه، وغتبقى تبين انه راه انا يا جبل ما يهزك ريحو، يا مسكينه مكشكشه من الداخل. ولا كانت ديجا يعني هي بناء اي للسقوط، راه مسكينه غادي تدمروها، غادي تهبلوها. لهذا الله يجازيكم بخير، البنت ما بغاتش تتزوج ما تبزيش عليها وتقول لها لا قريناتك تزوجوا، يتزوجوا يا اختي وانا مالي، اللي بغى يربح العام طويل، اللي بغى يربح العام طويل. فعافاكم فكروا بالعقل، راه الزواج ماشي نهار ولا يومين، راه ديال الدوام. ولا ما كانش ديال الدوام هم، وانت الا غادي تزوجي شوفي العقل ديال هذاك الزوج كيفاش داير، ما يكونش عنده الان عالي بزاف باش حتى الا حراره العيشه وتفارقتو يكون مازال واحد الود. لان اكيد الا ما كانوش سورتو الا كانوا وليدات، الا كانوا وليدات باش يبقى دائما داك الود على قبل دوك الوليدات. لان بعض المرات كيمشيو البنات كيتزوجوا شي حد وكيبقى كيحيد ليهم ولادهم وكيدير ليهم يعني كاع الحروب، اي حاجه كتخيلوها في دماغكم. وراكم كتشوفوا كاينين يوتيوبرزات هنايا في اليوتيوب مساكن محرومين من وليداتهم. لهذا عافاكم تعلموا، الله يجازيكم بخير. والبنات ديوها في قرايتكم، ديوها في قرايتكم، ما تخليوش حتى شي ولد المراه يدير لكم لحس للدماغ، لحس للدماغ. صاحبك هو جيبك، صاحبتك هي صحتك، والام ديالك تهلاي فيها، الام ديالك تجفق الراس. ولكن الا قالت لك تزوجي وانتي شايفه داك الزواج يعني ما ضر لك، ما تزوجيش. وربي قال لنا في القران الوالدين نطيعوهم، ولكن شي حاجه فيها شرك بالله ما نطيعوهمش. وسمحي لي يا اختي، انا كتمشي لواحد العيشه وطلع لك الدنيا في الراس، راه ما عرفتش غديري، ما عرفتش غديري. لهذا طيعوا الوالدين في الحاجه اللي غادي لي الطاعه فيها واجبه، ماشي انه نطيع مثلا امي باش انا نمشي نتزوج وفي الاخير حياتي تنخرب وهي ديجا الوالده عشتي حياتك. عافاك خليني انا نختار، تايلا درتي شي زبله انت هذيك الساعه اختاريتي، تحملي المسؤوليه. واحد الحاجه تحملوا المسؤوليه ديال الاختيارات ديالكم. وقع لك شي مشكل، وقعت لك شي حاجه، ما تقلبيش على شماعه على من تعلقي. لهذا ديوها في قرايتكم يا البنات العازبات والمتزوجات، قلبي على شي ديبلوم، ديري شي حاجه، قلبي على شي خدمه، ما تجلسيش في الدار. عرفتي تجيك 50 اورو في الشهر غادي تنفعك، خبيها، اي تحتاجها ولدك، تحتاجها بنتك، ها لا لا تحتاجيها انت. لهذا عافاكم الزواج فكروا فيه بالعقل ماشي بالاحاسيس نهائيا نهائيا. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، وكنتمنى انكم سمعتوا هذا الفيديو بقلوبكم وبعقولكم، وانني قدرت انني نوصل لكم الفكره. وسمحوا لي نفعلت واحد شويه، لان عرفت واحد الكم ديال الرسائل اللي كيجيني في هذا الموضوع هذا. ولا كيعجبكم مواضيع حواريه منها العين قبلها العين، كتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات. ولا عندكم اي تساؤل او اي اقتراح للفيديوهات القادمه، ما تردكم الا انا منكم الغزالات ديالي، كتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات. ما تنساونيش بشي دعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.